دربنا عدد كبير من سيدات المجتمع المحلي واختصينا بجماعة ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن في جائحة كورونا تضررنا لحد ما أجا مشروع الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتأثرة من جائحة كورونا والممول من اليونيسف والمنفذ من قبل مركز تطوير الأعمال، ودعمنا بالمواد الأولية يلي دربنا عليها ذوي الاحتياجات الخاصة وتعلموا على الإكبانة والشموع والصابون والحجر العطري، وصاروا يروجوا لمنتجاتهم اللي تعلموها وراح يقدروا يفتحوا مشاريع ترد عليهم مردود مالي أكثر إن شاء الله.